تعالى ده حاجه تاني. الاخ علاء الاسواني اللي عايز ياخد جايزه نوبل للسلام ولا نوبل للادب، انا عامل روايه اسمها دوله كان ولا جمهوريه كان. جمهوريه كان عموما يعني، بس انا اقول لكم كلمتين. هو العنوان نفسه، العنوان نفسه مسروق من روايه، من روايه اسمها كان، روايه قديمه. هقول لكم مين اللي عاملها دلوقتي. سيبك من قصه السرقات الفنيه حتى يعقوبيان وغيره، في قصص في الموضوع. في جمهوريه كان علاء الاسواني كاتب حداك واتحدى كل اللي قاعدين، حد فيكم يطلع يقراها على الهواء. اتحدى حد يقراها قدام ابنه او بنته او امه. الفاظ مش سوقيه، الفاظ من اقذر 3 4 مفردات في تاريخ الدوله المصريه. حاططهم في الكتاب بتاعه. يا جماعه احنا ده بقول له انت قليل الادب. بقول لعلاء الاسواني انت بتقول انك اديب لكن ادبك يحتاج الى ادب. ده حاجه يا جماعه، لما انا هاجم اطلع هاجم على يطلع يقول لي شوف يقول لك الايه النكره ماشي، اللي دي بيهاجم على الاسوان ده اللي قرا وقال هذا الكلام هو اللي نكره، لانه ما قراش، ما قراش. بقول لك